كيف بدك تخلي بابا يصدق إنه كل هاد من تخطيط شازمة؟ هي لعبة كبيرة عليكي وانتي عم تضحكي وتلعبي. كان لازم تحكي معي قبل ما تحطي هالخطة الغبية. امتى بدك تعقلي انتي؟ خليتي بابا يتضايق منك هلأ، لازم تصلحي الوضع يا سارة. وشو عرفني إنه هاي المرة رح تضحك على وليد بهالبساطة؟ هي طلعت أخطر مما كنا مفكرين. وانتي طلعتي أغبى بكتير، هادي اللي هي عم تستغله، عم تعطيها فرصة جديدة كل مرة حتى تربح عليكي. اوعك تعملي هيك شي مرة تانية وإلا بابا رح ينزعج منك أكتر. أساساً بابا كتير متضايق مني، هو ما عم يحكي معي، وبتعرفي كمان منعني إني أطلع برا البيت. شو بدي أعمل هلا؟ ما تعملي ولا أي تصرف ضد شازمة، تركيها بحالها وبس. أنا رح أحكي مع بابا ورح أعمل جهدي لحتى حل هذا الموضوع. من هون لوقتها خليكي بعيدة عنا، عم تفهمي؟ إيه، ارجعي بسرعة بيلا، أنا كتير خايفة. أنا خايفة إنه بابا يزوجك حدا سيء، قلت لك مليون مرة ورح أقول لك هلا. لو سمحتي فكري بمستقبلك وخدي قرارك، رومي شاب منيح وابن عيلة. ليش لا ترفضي سارة؟ هو بيحبك عن جد، لازم توافقي. ما في داعي تضلك معندي على قرارك. بس أنا ما بشوفه بهي الطريقة أختي. وهلأ بعد يلي صار كمان بابا ما رح يوافق على هذا الزواج. أساساً قال لي إنه لازم أقطع علاقتي معه، ما بتعرفي هالشي؟ تركي هاي الشغلة علي وعلى سارة، بس أنتي قولي لرومي يبعت أهله. لازم نتصرف بسرعة، زواجك الحل الوحيد، ما فيك تبقي أنتي وهالمرة بنفس البيت. ليكي سارة، بحكي معك بعدين. سارة موصل. سلام. فاقت سارة شي؟ ايه فاقت استاذ. اندهي لها تجي، رح تتأخر على الجامعة. حاضر رح انده لها. خلص بس. فكرتك عاقبتها لسارة ومنعتها من الروحة على الجامعة. لا، أنا كنت معصب. هذا آخر فصل لإلها، رح تروح عليها المحاضرات، وكل الأولاد يلي بعمرها عم يغلطوا مع أهلهم، فبدنا نسامحها ونسعيرها. بيغلطوا؟ يعني بنظرك غلطتها بسيطة؟ هيك رح تتمادى برأيي، بلش حكيك مع زاهين يأثر فيك ويغير كل قراراتك.